بدأ الاعتصام بتهديد النائب السابق المعارض أحمد عويدي العبادي بشن ثورة مسلحة سيقودها المتقاعدون العسكريون ما لم يستجب النظام لمطالبهم حتى بداية الشهر المقبل. المتقاعدون العسكريون أيدوا العبادي أمام مبنى رئاسة الوزراء. عدم الاهتمام بالمتقاعدين القدامى هو كان السبب. بالنسبة لأمثلة أعطيك أمثلة، هناك على سبيل المثال مقدم يتقاعد حديثا بتقاعد 685 دينار، بينما من تقاعد قديما أعلى راتب له كمقدم 300 دينار، والفئة القديمة اللي تتقاضى 300 دينار الآن هم من قاتلوا ومن شاركوا في الحروب، منهم من شارك في 6 حروب و5 حروب، بينما الجيل الجديد بعد 73 من رئيس هيئة الأركان وجاي ولا واحد شارك بحرب. قوات الدرك تصدت لمحاولة اقتحام المتقاعدين مبنى رئاسة الوزراء قبل أن ينجح المئات منهم تجاوز الحاجز الحديدي أمام مبنى الرئاسة، حيث وقعت اشتباكات بالأيدي بين المتقاعدين وقوات الدرك. العجز الآن خيالي، موازنة القوات المسلحة مليارين دينار الآن، هذا تفسيره أنه الرواتب العالية الفلكية الآن، رواتب بينه وبين زميله الآن اللي راح يخرج 400 أو 500 دينار بينه وبينه، في أمور قاعدة تطبخ لا نعرف ما هي. الله أكبر، الله أكبر، هذه هي البداية، هذه هي البداية وليست النهاية. المتقاعدون طالبوا براتب تقاعدي يصل إلى 600 دينار على الأقل بعد أن علموا أن هيكلة الرواتب لم تنصفهم، ونجحوا بلقاء نائب الرئيس عيد الدحيات الذي وعد بالنظر بمطالبهم. معنا أبو دلو، تلفزيون الجديد، عمان.